السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهاردة هنتكلم عن موضوع الطبيعة nature. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. Nature is beautiful and calm. الطبيعة جميلة وهادئة. بدأنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول الطبيعة جميلة وهادئة. Nature معناها الطبيعة. Is هي beautiful جميل calm هادئ. طبعا وصفنا الطبيعة بالصفتين beautiful and calm يعني هادئة وجميلة. We can't live without nature. لا يمكننا العيش بدون الطبيعة. يبقى بقول هنا أننا لا يمكننا العيش بدون الطبيعة. وضمير معناها نحن. Can't لا يمكننا أو لا نستطيع. اختصرنا كلمة cannot. Live بمعنى نعيش. Without بدون nature الطبيعة. I like nature so much. أنا أحب الطبيعة كثيرا. يبقى بقول هنا أنني أحب الطبيعة كثيرا. I يعني أنا. Like أحب. Nature قلنا الطبيعة. So much يعني كثيرا. I enjoy looking at the sky. أنا أستمتع بالنظر إلى السماء. يبقى هنا بدأت بحاجة من حاجات الطبيعة وهي السماء وبقول أنا أستمتع بالنظر إلى السماء. يعني أنا enjoy أستمتع looking بالنظر جاي من كلمة look ينظر. ضفنا ليها ing عشان هي جاية بعد كلمة enjoy. أي فعل بيجي بعد كلمة enjoy بنحط فيه ing. at بمعنى إلى أو في. sky السماء. It's a blue color. لونها الأزرق. And it's beautiful clouds. وغيومها الجميلة. يبقى هنا بصف السماء وبقول لونها الأزرق وغيومها الجميلة. blue هو اللون الأزرق وهنا color معناها لونها الأزرق. طبعا it's بمعنى حاجة خاصة بها خاصة بالسماء. and بمعنى و beautiful جميل clouds يعني غيوم. I also love the sea. أنا أيضا أحب البحر. يبقى تاني حاجة من حاجات الطبيعة وهي البحر وبقول هنا أنني أحب البحر. أي بمعنى أنا. also أيضا love أحب see البحر. there are many seas. هناك الكثير من البحار. in the world في العالم. يبقى بقول هنا أنه هناك الكثير من البحار في العالم. there are معناها هناك. many الكثير أو العديد. seas معناها بحار جمع كلمة sea بحر واحد. in في the world العالم. we have here in Egypt. لدينا هنا في مصر. the red sea البحر الأحمر. يبقى بقول هنا أننا نملك في مصر البحر الأحمر. وضمير معناها نحن. have بمعنى نملك أو لدينا. here يعني هنا. in في Egypt يعني دولة مصر. red يعني اللون الأحمر. sea بحر. red sea البحر الأحمر. I love riding a ship. أنا أحب ركوب السفينة. and looking at the view والنظر إلى المشهد. يبقى بقول هنا أنني أحب ركوب السفينة والنظر إلى المشهد. طب يعني أنا. love أحب. riding بمعنى ركوب جاي من كلمة ride يركب. ship يعني سفينة. looking يعني النظر جاي من كلمة look ينظر. at بمعنى إلى. view يعني المنظر. I also love swimming. أنا أيضا أحب السباحة. in the sea في البحر. يبقى بقول هنا أنني أحب السباحة في البحر. أي بمعنى أنا. also أيضا love أحب swimming سباحة. in في the sea البحر. the plants and trees are also النباتات والأشجار أيضا. very beautiful and nice جميلين ورائعين جدا. يبقى ثالث عنصر عندنا هنا في عناصر الطبيعة النباتات والأشجار. أول عنصر ذكرناه هو عنصر السماء وتاني عنصر ذكرناه عنصر البحر وده ثالث عنصر النباتات والأشجار. plants يعني نباتات. trees أشجار. also بمعنى أيضا. very يعني جدا. beautiful جميلة. nice رائعة. we can use the wood of the trees. يمكننا استخدام خشب الأشجار. we يعني نحن. كان يمكننا. use نستخدم. wood معناها خشب. trees قلنا الأشجار. it helps us a lot. إنه يساعدنا كثيرا. يبقى بصف هنا خشب الأشجار وبقول إن هو بيساعدنا كثيرا. الضمير بيعود على the wood of the trees خشب الأشجار. helps يساعد. helps us يساعدنا نحن. a lot معناها كثيرا. we should respect يجب علينا أن نحترم and appreciate nature
ونقدر الطبيعة. يبقى بقول هنا أننا يجب علينا أن نحترم ونقدر الطبيعة، ويعني نحن should يجب علينا respect نحترم appreciate نقدر nature قلنا الطبيعة. We should take care يجب أن نهتم of our nature بطبيعتنا. يبقى بقول هنا أننا يجب أن نهتم بالطبيعة، ومعناها نحن should يجب علينا take care نهتم أو نعتني of معناها بي nature قلنا طبيعة our nature طبيعتنا نحن. I love nature أنهينا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول I love nature يعني أنا أحب الطبيعة. دلوقتي هنقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. Nature is beautiful and calm. We can't live without nature. I like nature so much. I enjoy looking at the sky. It's a blue color and it's beautiful clouds. I also love the sea. There are many seas in the world. We have here in Egypt the Red Sea. I love riding a ship and looking at the view. I also love swimming in the sea. The plants and trees are also very beautiful and nice. We can use the wood of the trees. It helps us a lot. We should respect and appreciate nature. We should take care of our nature. I love nature. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع الطبيعة nature. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.